السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين أمر فلتر، إن أنا ممكن أعلم على عناصر كتيرة، أكون في حاجات عايزها وحاجات مش عايزها، فبدخل على أمر فلتر من قائمة موديفاي وأبدأ أعمل سيلكت على الحاجات اللي أنا عايزها. بس ممكن يكون في حاجات كتيرة تحت الباي فيتنج مثلا، أو حاجات كتيرة تحت البلومنج فيكتشر، وأنا عايز حاجة معينة. طب أعمل إيه؟ في بلوجن يعني أداة مساعدة بنسطبها اسمها سوبر فلتر، بتدوس عليها بيبدأ يجيب لي كل الحاجة أنا عامل لها على سيلكت. تمام أهوت. ممكن أقوله مثلا أنا عايز الباي فيتنج، ومثلا أنا مش عايز من دول، أخطأ أشيل الحاجات اللي أنا مش عايزها، ممكن أشيل كله وأبدأ أقوله مثلا أنا عايز دي ودي 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 مش عايزها، وعايز البايب والبلومنج فيكتشر، أنا عايز مثلا ديت وديت. فأداني حرية إن أنا أختار حاجات من فرعية من الحاجات الأصلية اللي عندي. تمام، دي أداة سريعة جدا في الاختيار، وكنا احنا مستنيينها من زمان في موضوع ريفت، هتسهل علينا كتير إن شاء الله. أتمنى تستفادوا منها. أخوكم عمر سليم، مدونة مهاويس البيم.